الثاني من أركان الإيمان. والدهمي قسم ركن إيمانه. الإيمان بالملائكة عليهم السلام. إيمان أراك ملائكة إنسرا. نؤمن أنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم لا يعلمون الغيب. ما إيشسرا إيمان كارنت كملائكة إن وجود هستي أو آهني وجود ما إقرارك إني أو علم غيب نزانا. خلقهم الله من نور. والله رب العالمين أبيدا كتبان شنورا يطيعون الله ولا يعصونه. الله رب العالمين فرمان برداري كنا فرماني نكنا لهم أرواح وآهان روحهم هست وأجساد وآهان جسدهم هست وعقول وآهان عقلهم هست وقلوب وآهان دلهم هست. نؤمن بكل الملائكة وما إيمان كارين درستي ملائكة إنسرا ونؤمن بمعلمنا الله من أسماء مثل جبريل عليه السلام ما إيمانهم كاري هر چيزك الله رب العالمين مارا قشتقوا آهان ناماني هنچوك جبريل عليه السلام ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي وما ايچي سرهم إيمان كاري هر چيزك الله رب العالمين مارا قشتا آهاني كارو كردگارن بابتا هنچوك جبريل عليه الصلاة والسلام كي آهي كارتي بتا وحي رسينك ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاته كأنهم مثل أنهم لا يعصون الله ما أمرهم وما ايچي سرهم إيمان كاري هر صفتك الله رب العالمين آهاني بيان كتغا هنچوك الله رب العالمين نافرمانية نكنت نؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم والله أعلم وهر يك چيزي سراد رستاني سرما إيمان كارين الله رب العالمين آهني بابتا مارا خبر داتا